بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض دلوقتي بعد ما حكيتي لي اللي دار بينا احترت لان واضح ان انا كنت بحبك وواضح كمان ان انا عذبتك بس كل اللي انا حاسه دلوقتي ان انا ممكن احبك تاني من اول وجديد العذاب اللي انا عشته معاك نساني الحب اللي انت بتتكلم عنه ده يا عزيز انت لسه محتفظ بيه لحد دلوقتي انا فاكره وقتها ما كنتش بقلعه من ايدي ابدا لما رجعتيهولي بعد ما ماما اتدخلت عشان تاني الموضوع بتاعنا قلت اخليه يمكن الامور تتغير واقدر في يوم من الايام ارجعهولك وانت ازاي سايباها لوحدها؟ ما انا كنت بجهز لها الاكل ولسه طالعه وسامعاها مفروقه من العياط؟ وانت اللي بتسمعي اللي بتتكلمي؟ المفروض تاخدي بالك منها ولو مش عارفه تعملي كده تمشي انا مش ملاك ولساني واخده على خاطري منك بس اللي انا قادره اقطعك ولا انا عايزاكي تخرجي من حياتي حقك علي والله حقك عليا محتاجين نتكلم أول ما عرفت إنك هنا جيت على طول وجبتلك دي معايا المدام بتقدم شكوى ضدك بتقول إنك عملت لها عملية عشان تجهض الجنين اللي كان في بطنها من أكتر من 6 شهور أنا والدكتور حصل ما بيننا غلطنا ولما حملت قال لي إنه لازم أنزل اللي في بطني ووعدني بالجواز ما حصلش بس قال لي إننا لازم نستنى شوية كان وقتها أخوه لسه ميت ما بقالوش كتير وأنا خفت إني أضغط عليه فوافقته
المهم جاب لي البيت واحدة علشان تسقطني وهو كان موجود، ولما نزفت بعديها كتب لي على الحقن اللي في الروشتة دي. واتفقنا إلي أسافر لفترة، يعني لغاية ما استرد صحتي. سافرت ورجعت لقيته متجوز. حاولت أخليه ينفذ وعده ليا، تهرب مني، تنكر ليا، فقلت لازم أجي المستشفى وأحذركم. أنتم مستشفى محترم وأكيد يعني هتساعدوني إني آخد حقي. وعشان كمان اللي حصل ده ما يتكررش مع حد غيري. ده إذا ما كانش بيتكرر فعلا. لولا أنت أكيد حصل لك حاجة في دماغك. مش معقولة تكوني في وعيك. يعني تعرفها يا فريد؟ أيوه، لكن ما حصلش ولا حاجة من اللي هي بتحكيه. أقسم لحضرتك. غير ما تقسم. أنا آسف للي مريت بيه. لكن اللي حضرتك جاي تتكلم عنه مكانه مش هنا. حضرتك لو مصممة على ادعاءاتك ضد الدكتور فريد تقدري تتوجهي الاسم وتحرر المحضر، ولو تحقيقات أثبتت حقك ساعتها إدارة المستشفى تقدر تاخد الإجراء اللازم ضده. غير كده مش هقدر أساعدك بشيء. أنا بشكر حضرتك. أنا فعلا ما كنتش عارفة المفروض أروح فين. يمكن كنت خايفة أروح الاسم، ما كنتش حابة إن الموضوع يكبر. فريد حضرتك دي بتتبلى عليا، ما حصلش ولا حاجة من اللي بتقولها. والله الجزء الشخصي اللي في كلامها تقدروا تحلوه ما بينكم، لكن الجزء المتعلق بيك أنت كدكتور صدقني كل اللي بتقوله تلفيق. أتمنى يكون كلامك حقيقي، وأتمنى إنها تكتفي بمجيتها لهنا. يا ريت تعتبر نفسك في إجازة مفتوحة لحد ما تقدروا تحلوا مشاكلكم مع بعض بالشكل اللي يناسبكم. إحنا في بلد صغيرة، شوشرة زي دي مش كويسة في حقك ولا في حق المستشفى. مفيش حاجة تتقال. مفيش ايه؟ ده انا صاحية مخصوص مع اني هلكانة عشان نرغي في اللي حصل. ها نبتدي بايه؟ نبتدي بالاغنية اللي كسرت الصالة امبارح. معقولة؟ بديعة مرة واحدة؟ عقبال لما اغني اغانية في التياترو بتاعي وتيجي برضو تحضري وتقعدي في اول صف. بس يا ترى مين فيهم اللي هيبقى قاعد جنبك؟ معرفش، بس اللي انا عارفاه إنه فريد هيفضل في قلبي فين ما رحت. لدرجاتي بتحبيه؟ ما كنتش عارفة إني بحبه كده لحد ما حسيت إنه ضاع مني. أنا فاكرة أول مرة ما شفته مع مراته، فاكرة النغزة اللي حصلت في قلبي اللي أنا حسيتها اللي ما لقيتلهاش تفسير. امبارح ما شفتهم مع بعض اتوجعت لنا إحنا التلاتة. المشكلة إنه هي صعبانة عليا بجد، لكن اللي جوه قلبي ده مش بإيدي ولا بإيده. ولو إنه خلاص قرر يبعد ربنا يبقى يقدرني على بعده. أنا أصلا ما ينفعش أعمل أي حاجة عشان خاطر إسماعيل. هو كمان صعب عليكي؟ صعب عليا حالته اللي هو فيها دي، وأنا بتكلم معاه حاسة إني بتكلم مع حد تاني مش اسماعيل اللي انا اعرفه. واحد الطف ارق مش حباه، بس على الاقل مش خايفه منه. لكن انا خايفه ان هو يرجع اسماعيل القديم، اصل هو كان بيغير عليا قوي. لو كان يطول يحطني في اوضه بميت ترباس كان عملها. ده لو بس حس انه في حاجة ما بيني وما بين فريد. أنا مش عارفة هو ممكن يعمل فيا وفي إيه. خلاص يبقى أنت كمان لازم تبعدي زي ما الدكتور بعد، ولما بنتك ترجع لحضنك يبقى حلها الحلال. البعد ده شكله هيطول. لما إسماعيل طلع عايش أنا بقيت قادرة أمشي في الشارع وأنا مش حاطة وشي في الأرض، خايفة إنه حد يقرف وشي اللي أنا مخبياه. افترضي إنه فريد سامح ورجع طلب مني الجواز، هنخبي على عايدة عشان يحافظ على نادية.
وهنخبي على اسماعيل عشان ما ياخدش مني ليلى. انا ما بقتش قادره ارجع اعيش تاني من الدريه ولا مخبيه حاجه. وهتقدري تبطلي تحبيه؟ الحاجه الوحيده اللي مهونه عليا الحيره اللي انا فيها دي كلها ان انا بتكلم معاكي من غير ما اخبي ومن غير ما اجمل ومن غير حتى ما افكر انت هتقولي عليا ايه. كنت بتمناها من زمان لما كنت بتفتحي لي قلبك وتتكلمي معايا. كنت بتمناها لنفسي. وقلت له ايه؟ كلمت. لا ما صدقش. ده انت لسانك متبري منك. انا برضو ما صدقتش نفسي. بس كمان ما صدقتوش انه لسه بعد السنين دي كلها. هو مصدقه وكلنا عارفين. انما انت بقى بعد السنين دي كلها لسه. عزيز متلخبط عشان مطمنت. طب وانت ايه اللي ملخبطك؟ انا حاسه انه محتاج لي. حاسه انه محتاس ولايس من غيري. يمكن انا اكون كمان محتاجاه. محتاجه احس ان حد بيعتمد عليا، خايف على زعلي، فارق له رايي. لما نزلنا مع بعض حاولت احس اني مبسوطه اني خارجه معاه. وما انبسطتيش؟ انبسطت خالص، بس لاني اطمنت عليه، لاني اتاكدت انه بقى احسن شويه. زي لما كنت ببقى مبسوطه وانا قاعده في اوضتي واسمع صوت الباب بيقفل لما مينو كان بيبقى خارج ومتاخر، بعرف اغمض عينيا وانام. لما اداني الخاتم فرحت، لما بصيت له فرحت، بس رجعت بصيت لنفسي وبصيت لعزيز لقيتنا اتنين تانيين. لا هو نفس الولد اللي ادى بنت الجيران الخاتم، ولا انا نفس البنت الشعنونه اللي لما زعلت وغضبت رجعته له. حتى الخاتم مش هو هو. ازاي بقى؟ الراجل قال لك انه رجع اشتراه ومحافظ عليه من وقتها. اه، ولسه شكله ولونه حلوين. بس انا لا فرحت نفس فرحتي لما اداهولي اياميها، ولا بقى مقاسي ولا ينفعني. يعني انت شايفه انه عادي اصحى لقيت مشيتي؟ انا كنت قايله لك من امبارح يا اسماعيل. قلت لي ان هي عرضت عليك، ما قلتليش ان انت قبلتي واتفقنا ان احنا هنتكلم في الموضوع ده. صدقني كده اريح بالنسبه لي. اريح بالنسبه لك انك تبقي بعيده عني؟ مرتاحه عشان انا اتعودت على عيشه معاها، ومش عايزه اكلفك. مش كفايه تكلفه قعدتك في الاوتيل؟ والله انا ما اشتكيتلكيش، وفلوس الاوضه اللي كنت بدفعها في الاوتيل مش هي اللي حمل عليا، انما احساس انك رافضه تقربي مني هو اللي فعلا حمل عليا. ده انت كانك انت اللي فقدت الذاكره ونسيت انك مراتي ولسه على ذمتي. الدرجه دي؟ للدرجه دي مش طايقاني ولا طايقه تتعاملي معايا؟ الا بقى اذا كان في حاجات ما اعرفهاش وخايفه اعرفها. حاجات زي ايه يا اسماعيل؟ ما اعرفش، وعشان اعرف مضطر اسالك ومضطر اصدقك حتى لو انت ما بتقوليش الحقيقه، حتى لو انا مش حابب اصدقك. انا لو كنت عايز اكذب عليك كنت عملت كده من اول يوم ما لقيتني، وساعتها ما كنتش هبقى مضطره ولا اشرح ولا بره. وهو انت كده شرحتي؟ في حاجات عدم قولتها احسن ليا وليك. احنا اللي ما بينا هي ليلى يا اسماعيل، ولحد ما هي ترجع انا مش شايفه ان هي ليها لازمه لا ان احنا نتقابل ولا نتكلم. للاسف ايمان بلغتني ان هي تعبانه شويه، وللاسف هتضطر تاجل السفر كام يوم. كام يوم قد ايه يعني؟ معرفش، لما اعرف هبلغك. ولحد ده ما يحصل لا هكلمك ولا هنتقابل. وانت في الفترة دي يا ريت تفكري كويس هنعمل ايه لما ليلى ترجع. سي سركيس. اهلا مسيو فريد.
ما شفتش لولا؟ لا ما جاتش النهارده. هي غيرت عنوان بيتها ولا ايه؟ الحقيقه ما عنديش فكره. رحت لها ما لقيتهاش. طب ممكن تسالي حد؟ حاضر. بعد اذن حضرتك دقيقه. ابن حلال. كنت لسه بفكر فيك. او انا ابن حلال؟ عشان لما فكرت فيك لقيتك قدامي. ازاي يا عزيز؟ بفكر اسافر. نعم. اصل انا عمري ما رحت حته. ابعد حته سافرتها كان مصر. وعمري ما ركبت مركب. ده حتى وانا صغير كانتش بتخليني اروح مع اصحابي نركب المركب عشان نصطاد. ولا انزل معاهم نلعب كوره في الشارع. لحد ما بطلوا يهزموا عليا. نسيوني اصلا. هي صوفيا ما كلمتكش؟ قصدك ما سالتش عليك يعني؟ يعني مسيو فريد الحقيقه ما حدش يعرف لها عنوان تاني خالص. شكر. طيب تحب اروحك؟ لا انا مش عايز اروح. بيقولوا في رقاصه جديده انما ايه؟ خليك شويه. معلش يا عزيز انا دماغي مش رايقه والوقت متاخر. خليني اروحك. انت خايف حد تعرض لي في الشارع ولا ايه؟ خايف افضل لوحدي ودماغي تودي وتجيب. حصل حاجه؟ ما بنسالش بقى يا عزيز. لا انا بسال لو انت بقيت احسن ولا انت تسال انا عامل ايه. احنا بنضحك على بعض زي ما بنضحك على نفسنا. هتيجي؟ صباح الخير. جيت اشرب معاكي شاي لقيتك مش موجوده. لو كنت اتاخرتي خمس دقايق كمان كنت همشي. رحتي فين بدري كده؟ لا ابدا كان عندي مشوار. بديك نشرب شاي هون او نروح عند صوفيا؟ شكله فريد ما راح على الشغل. الاوتوموبيل تبعه هون. وداد غريبه ما نزلش يسلم علي. دكتور صاحي؟ ايوه يا ستي صاحي وجهزت له الفطار بس ما رضاش يفطر. طيب فيك تطلعي ولا فوق؟ كيفك انت؟ كيفه حسن؟ عينتوا موعد العرس؟ بابا كان شايف اننا المفروض نستنى شويه عشان موضوع طنط ماجده. بس شكلنا هنستنى اكتر عشان الكونتيسه اللي واخده على خاطرها دي كمان. في جديد؟ ابدا. انا مصممه ما اعتذرش وهي مصممه ما ترجعش. وبابا مصمم يفضل زعلان مننا احنا الاثنين. حسن بيقول لي انها نقلت وراحت قعدت في الاوتيل. طبعا هيدي فرصه كرمال تستفريد فيه. الغريبه بقى ان ده ما حصلش خالص. شكلهم بيتقابلوا بالصدفه. بابا كمان شكله عنده مشاكل كتير قوي في الشغل اليومين دول. صباح الخير. صباح الخير يا هيدا. ازيك يا نبيله؟ صباح. مأخر على الشغل اليوم. انا عندي مشوار مش رايح الشغل. اجازه اليوم كمان؟ اجازه كم يوم كده. غريب ما قلت لي. طيب انا لازم اروح. تعالوا تعشوا معانا بالليل. تعالوا انت وبيك تعشوا هون وقولي لحسن كمان. اتفقنا. ميرسي يا عايده. والمره اللي جايه لما تيجي رايحه مشوار قولي لي اجي معاكي. عندي حاجات كتير قوي لازم اشتريها للجهاز. سعيده. 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 عزمتيهم ليه؟ هي وبيا متخانقين وقلت انا هيدا فرصه كرمال نصالحهم مع بعض. وانت عم بتقول انه ما عندك شغل وما في عمليات اليوم ولا في؟ لا ما فيش. بس ماليش مزاج لازم لتعزم عند حد. صاير معك شيء؟ او كمان رح تعصب اذا سالتك؟ عايده انا مش متعصب بس مش قادر اقعد مع حد. كرمال هيك ظاهر مع انه عم بتقول انه ما عندك شغل. مش قادر حتى تقعد معنا. واضح انك عايزه تتخانقي. وانا حتى الخناقه مش قادر عليه. وبعدين ما جاتش فرصه اقول لك ان ورايا مشوار. عشان كنت بره من بدري. لانك مش قايل انك اجازه اليوم. لانه مثل العاده ما بعرف عنك شيء. بتعرف شو؟ انا مش حابه زن على الموضوع لما نتخانق مثل ما انت عم بتقول. بس مش لانه انت مش قادر. لانه انا زهقت. you
انا بس مستغربه انك ما حكيتلناش. شوفي ازاي يعني انت تبقي مخبيه انك متجوزه ومخلفه وهربانه، وبس مستغربه ان انا ما قلتلكمش ان انا وصل صدقي زعلانين من بعض اليومين دول. هو زعلان منك بجد ولا انت اللي بتدلعي عليه؟ هو مش دلع يعني، والله انا ما عارفه اللي احنا فيه ده اسمه ايه. سي صدقي ده انا احطه فوق راسي من فوق كده، لكن بنته دي يتفات لها بلاد. معلش استحمليها عشان خاطره وتعالي على نفسك ما دام يستاهل. او ده اللي انا جايه لك علشان ما تاخذنيش. اللي انا فهمته ان جوزك يعني كان قاسي عليكي، خصيمك النبي ما تزعلي مني، ده انا زي اختك الكبير والكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي مفيش حد في الدنيا كلها هيسمع بيه. انا وقت جوازت الندامه استحملت كتير، استحملت ظروفه وطبعه الوحش، واستحملت كلامه ونقرسته ليه عشان موضوع الخلفه، حتى جوازه عليا استحملته. اللي ما استحملتهوش يوم ما مد ايده عليا. انا عمري ما حكيت لحد انا ليه كنت مصممه على الطلاق، لان ما حدش كان هيفهم او يقدر. اخواتي كانوا هيقولوا لي استحملي، وصحباتي كانوا هيقولوا لي ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، بس هو عمره ما كان حبيب، والمهنه دي علقه مش زبيب خالص. انا بس مش عايزه اظلم نفسي ولا عايزه اظلم ليلى ولا عايزه اظلمه هو. لو انت مصدقه يعني ان هو اتغير، مع ان الناس ما بتتغيرش بالسهل كده، وعايز تديله فرصه تانيه ما حدش يقدر يمنعك. لكن لو في يوم حاول ياذيكي ما تهربيش، وقفي قدامه كده او تعالينا واحنا نقف قدامه ونخليه يفرقك بالمعروف ما دام مش عارف يعشرك بالمعروف. عايز تقابلني وداير تسال عني في كل حته ليه؟ انا الكلام اللي عندي قلته قصاد دكتور سامي. هو مش اسمه سامي برضه؟ انت عارفه ان كل اللي قلتيه ده مش حقيقي. ايه؟ ما كانش في بينا حاجه؟ ما حملتيش وما خليتكيش تنزلي اللي في بطنك، ما حصلش. طبعا ما حصلش. هو انت فاكرني عيله صغيره يضحك عليها وتنخدع باسم الحب؟ لكن هي كلمتي قصاد كلمتك. انا كان المفروض يوميها اعمل زي ما مديرك قال لي، اطلع على الاسم واقول لهم على اللي حصل واديهم الروشته بتاعتك. هما بقى ساعتها كانوا يشوفوا هيعملوا فيك ايه. الخط اللي في الروشته سهل جدا يثبتوا انه مش خطي، وحتى لو خطي دي حقن اللي واقفه النزيف، ممكن تتكتب لاي غرض تاني غير اللي انت بتتهميني بيه. هو انت بتحاول تقنعني بايه يا فريد؟ انك ما عملتش كده؟ طب ما انا نفسي بقول لك ايوه انت ما عملتش. طب انت عايزه مني ايه؟ اعتذار؟ فلوس؟ عشان العيار اللي ما يسيبش بيدوش. عشان كل حد بيجي لك مخصوص كدكتور هيفكر 100 مره قبل ما يعملها. عشان المستشفى المتمسكه بيك هتخاف على سمعتك. ومراتك اللطيفة اللي قاعدة في البيت لما تعرف انك دكتور سيء السمعة اكيد مش هتكون مبسوطة. انت ازاي كده؟ انت اللي ازاي كده؟ قلت لي انا عايز ابني حياة مع مراتي، والاقيك قاعد بينها وبين عشيقتك في التياترو بكل بجاحة. عرفت يوم ما شفتكم واقفين بتبصوا لبعض من بعيد لبعيد زي عصافير الكناريا، واكتشفت بعديها انك واخدها تشغلها عندك في البيت. ده ايه البجاحه دي يا دكتور؟ انت مريضه مش ممكن تكوني انسانه طبيعيه. مظبوط انا مش طبيعيه، واللي يبص لي على طرف اخليه يندم عمره بحاله. وهندمك يا فريد وهتشوف. مش معقول تكون بالغباء انك تخليني اقول اتهجم عليا. كفايه عليك مصيبتك التانيه. والله أول مرة أطمن عليها من ساعة ما جت هنا دلوقتي لما شفتك. الظاهر كده إن المبالغة طبعاً عندكم في العيلة. والله أبداً، لكن اللي هي كانت حكاهولي عنك وعن وقفتك جنبها من أول يوم وأنتِ حتى ما تعرفيهاش. جميلك ده فوق راسنا لحد ما نموت. زي ما هي أختك أنا كمان اعتبرت نفسي أختها. عن إذنكم. رايحة فين؟ هجهز حاجتي عشان أنزل.
وعشان يعني تتكلموا براحتكم. انت لسه قايله انك اختي؟ يبقى تقعدي وتطمني وتشوفي ايه اللي جايبه على ملا وشه كده. اقعدي. ايه الجديد؟ وايه اللي انت ما رضيتش تقوله لي على التليفون؟ ابوكي خارج. خارج ازاي؟ اللي فهمته ان المحامي بتاع اسماعيل راح اتنازل على الكمبيالات اللي ابوكي كان ماضيها على نفسه. اسماعيل عمل كده؟ الاجراءات هتاخد كام يوم ويخرج. اللي مستغرب له هو منين مش فاكرك ومنين فاكر اللي حصل بينه وبين ابوكي؟ لانه سالني احنا تعرفنا على بعض ازاي وفين. وقلتي له؟ حكيت له انه كان في شغل ما بينه وما بين ابويا، بس انا معرفش هو وصل له ازاي. يمكن بقى المحامي هو اللي حكى له. وتفتكري المحامي حكى له كل حاجه؟ مفيش حد يعرف كل حاجه غير انا واسماعيل. المحامي ما يعرفش غير ان ابويا كان عليه كمبيالات ليه، بس هو ما يعرفش ان دي كانت بسبب ديون القمار، ولا ان هو كان حبسه عشان يلولي دراعي. انت كنت دايما بتعاتبني علشان انا ما استنجدتش بيك، هو ده السبب. انا كنت خايفه عليك. انا يوم ما سبت بيت اسماعيل مره زمان ورحت لابويا ما عداش يومين وكان مقدم الكمبيالات وحبسه بيهم. خساره انه حسن ما اجا، سحبه جاي من مسرح يستقبله من المحطه. هو جايب اوتوموبيل؟ لا يا ستي، بيقول ما بيحبش السواقه، بس انا اتفقت مع بعد الجواز لازم هنجيب اوتوموبيل. وممكن حتى يبقى يتعلم على الاوتوموبيل بتاع بابا. هيدا فريد اجا. شايف ايه تسوق؟ مع عينها قايله له قدامي ان احنا جايين على العشاء. جماعه ماتوا من الجوع. انا اسف ما خدتش بالي من الوقت. بعتذر لكم. الوقت سرقني. اهلا ولا هنا. نبيله تعالي. ثواني وبتكون السفرة جاهزة. طب اقعدي وداد هتحضر كل حاجة. تعالي بدي احكي لك شيء. فريد ما انا قادرة اخبي اكتر من هيك. اتفضل. وعزيز اخباره ايه؟ كويس. اقدر اؤكد لك انه بالرغم من الظرف اللي هو فيه الا انه احسن مننا. أنا والله يا فريد مش عارف أعمل إيه. فجأة الدنيا اتدربكت فوق دماغي. مشاكل في البيت وفي الشغل. بيقولوا المصايب لا تأتي فرادى. بعد إذنك. اتفضل. دكتور فريد دربلة. لازم ننزل. معاك فين؟ مكان ما تحبي. مش هينفع يا عزيز. ليه بس؟ ده هي كلها كام يوم؟ عشان عندي شغل مش هينفع اسيبه اليومين دول، وعشان ما يصحش نسافر سوا، عشان لو طوعتك ساعتها مامتك هيكون عندها حق. هبقى انا الخواجايه اللي مش ماشيه على عوايد اهل البلد، وهخطف الولد واضحك عليه. طب ما انت خطفتيه من زمان وهو قابل وراضي، واللي كانت ممانعة مش هي اللي كانت ممانعة. قصدك ايه؟ قصدي ان هي اللي كانت ممانعة جوازنا زمان، لما قالت انك ما ينفعش تتجوز واحدة مش يهودية، وكلنا كنا عارفين ان مش ده السبب الحقيقي. هي كانت شايفة ان انا قوية عليك وعليها، وكانت عارفة انها مش هتقدر تاخدني تحت جناحها. يمكن من 20 سنة هي اللي وقفت بيني وبينك، لكن النهارده مفيش حاجه تقعد بيني وبينك. لو انت عايزه ده بجد زي ما انا عايزه، انا عايزه ان احنا نفضل قريبين من بعض. عايزه اقدر اطمن عليك واتكلم معاك. ده انت الوحيد غير عم ابراهيم اللي انا حكي له موضوع ناجي. يعني انا زي عم ابراهيم؟ انت فاهم قصدي؟ لا مش فاهم. او يمكن انت اللي مش فاهم. انا لسه انت لسه زي ما انت، عايز نفس الحاجات اللي اتمنيتها زمان واتحرمت منها. لكن انا مش زي ما انا. لو قعدت وفكرت هتلاقي ان انا عندي حق. انت بس اللي مندفع ورا مشاعرك عشان انا لسه زي ما انا، مش كده؟
عشان لسه محتاج حد يقولي الصح والغلط، محتاج حد يشاور لي ايه اللي ينفعني وايه اللي ما ينفعنيش. طب لو هي كانت بتعمل كده لانها امي، فانت بتعملي معايا كده بأمارات ايه؟ أنا آسف إنك سهرتي لحد دلوقتي. ولو؟ كان لازم أطمن إنك رجعت على البيت ومش رح تنام بالقسم. هايدا أنا أنت شو؟ فكرت بشي تقول لي أنت وجاي على الطريق؟ رح تفسر لي وتشرح لي شو أكتر من اللي أنا فهمته من المحامي اللي بعته صدقي بيه؟ حكى بكل شيء قدامي وقدامي. يا خسارة بعدهم شي مشوا، يا ريتك لحقتهم. بس أنت وين كنت؟ كنت عند عشيقتك عم بتجرب تصالحها كرمال تتراجع عن أقوالها؟ هيدي الست دي مجنونة بتدعي علي. ما بين على صدقي بيه هيك أبدا. لما سمع اسمها شكله بيقول إنه بيعرف شو كان في بيناتكم. يا عم تعط مجدك هيدي تلمح لي عن حياتك قبلي، بس انا كنت كبر عقلي. بتقول انه هيدا كله خلص نهار اللي فتنا على حياتك انا ونادية. والله كل حاجه خلصت وقتها. احلف لك بايه ان كل اللي بتقوله ما حصلش؟ حلف لي بحياتي اللي ما قلتها من عندك، او بحياه نادية اللي بتقول انها مثل بنتك بس ما فكرت فيها نهار اللي عملت اللي عملته، او حلف بحياه ابنك اللي جاي اللي ما بعرف اذا رح يشوفك او رح تكون حبست. أو حلوف برحمة يوسف يلي بعمره ما كان عامل هالشي فيه. صباح الخير. صباح النور. بتعملي ايه؟ بعمل شاي. بتشربه ازاي؟ ولا تحب نفطر الاول؟ لا، ولا افطار ولا شاي. انت لازم تمشي دلوقتي. هو انت مش على بعضك كده ليه؟ هو في حد عايش معاك هنا في البيت؟ اه لا، قصدي لازم تمشي. استنى، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. أنا اللي مش عارف أعتذرلك إزاي. واضح إن حصلت مشاكل في الشغل بيني وبين والدك، بس ما كنتش متخيل إن المشاكل دي توصل لدرجة إن أنا أحبسك. بس أنا أول ما عرفت طلبت من المحامي بتاعي إن هو يتنزل عن القضية،
واضح كمان ان انا كنت واعي زي ما انت حكيتيلي، لدرجة ان الباقيين ما رضوش يواجهوني بحقيقتي لانهم خايفين مني. الخوف بيخلي الناس تتصرف تصرفات كتير ما بيتخيلوش ان هم ممكن يكونوا بيعملوها. شكرا مرة تانية، وبعتذر لك لو طريقتي ضايقتك المرة اللي فاتت. مهما ضايقتيني مش هيبقى قد الضيق الواضح ان انا سببته لك. هجيب لك حاجة تفطر بيها. وجم خدوه على الاسم. أتاري الأرتيست اللي كان مصاحبها حملت وهو نزل البيبي وكان موعدها بالجواز وخلي بيها. فريد مش ممكن. تخيلي أنا اللي صعبان عليا عايدة، حرام ما لحقتش تتبسط، دي لسه قبلها على طول كانت بتقولي إنها حامل. هو صدقي بيه خرج؟ ايوه خرج من قيمه ساعه كده، راح البنك ولسه ما رجعش. طب ما تعرفش هيرجع امتى؟ لا والله ما عنديش فكره. طب ممكن استاذنك في الجورنال؟ قوي قوي، اتفضلي. متشكرة. عفوا. انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. كنت جاي وانا بمني نفسي الاقيكي هنا، وانا كنت قاعده مستنياك بقالي اكتر من ساعه، وكنت مستعده استنى لاخر الليل. خير؟ في حاجة؟ خايف عليا؟ مش انت كنت قلت ان انت مش عايز تعرفني تاني؟ ده المفروض، بس احنا اتفقنا من زمان ان ساعات كتير ما بنقدرش نعمل الصح، ساعات كتير قلبنا مش بيوافق عقلنا. معاك انت مش ساعات، ده على طول. تقصد ايه؟ هو انت كنت ناوي تتجوزني بجد؟ ولا انا كمان كنت هتوعدني بالجواز وتخلى بيا؟ انا كنت مبسوط لما لقيتك هنا عشان انت اخطر شخص يعرفني. معقول تصدقي اني اعمل كده؟ كده اللي هو ايه؟ انك تكذب؟ ما انت كذبت. اذا كان كنت بتكذب على مراتك عشان تيجي تشوفني، الظاهر ان انت كنت صح. احنا كل اللي ما بيننا اصلا اتبنى على كده. كريمه لو انت اخترتي ترجعي له مش مضطره تشوهي اللي كان بيننا عشان تريحي ضميرك. ضميري اللي انت عذبته، حسبتني على اللي انا خبيته عليك مع انه كان قبل ما اعرفك، وحسستني بالذنب ان انا ما قلتلكش على حادثه اسماعيل مع ان انا ما كنتش قادره اقولك عشان كنت خايفه ومرعوبه. انما انت ما قلتليش ليه؟ لانه ما حصلش. مش مصدق ان انا محتاج احلف لكم انه ما حصلش. والله كل اللي هي بتقوله كده. وحمله عايده؟ انا كنت هعيش عمري اللي جاي متعذبه اني سببت لك الجرح ده كله. متعذبه لانك فهمتني ان انا اديت لك امل كذاب وانا كنت عارفه ان هو مش هيحصل. والحقيقه ان انت عايش مع مراتك حياه بشكل طبيعي.
وانه في طفل ملوش ذنب جاي في الطريق. دول اللي حقيقي يستاهلوا ان ضميري وضميرك يتعذب ويتوجع بسببهم. انما الجرح اللي انا هحسه هيبقى اكبر من كده بكتير. انا زمان اما اخترت اسماعيل بعقلي اهلي حسابها غلط. ودلوقتي لما مشيت ورا قلبي وصدقته بسببك هو كمان طلع غلط. عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده. انت الوجع اللي انا مستحليه. انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاه. أنا مدمنك مع إني عارفة إنك طريق آخره سراب. لا أنا قادرة من حبك أخف ولا قد أعرف لانسحاب.
حبك أخف ولا قد أعرض للانسحاب.